ينوحي ويدينينا تفكير الحق سيبا قفك مفكر بابا ونقن كريا وحونا مكان سكو صوت ضوضوبه مكان الفكفقاء سؤالها السي والله يبين أن نتلك عشان يضم دولة محاضرة قهرة لكن ما أنت يضم ملخصا تلمامية سمري وفدات علمي بو نظريات كعلمي قاعد دون ذي الله ما لا تارك تد إسلامي يقول هو حويان ما علمي ما كلا ينهضم بعد أن القول والتصور المطابق للواقع وركا أما أركتده نرش وافقصا أما دوند وافقصا وحكتر حقيقة وافقصا أيوبا علمية لو صدح شيبة كالتر وحلى لأن مصادر العلم علمي أيام ما شاء الله قلنا خذه أما لقى بعض الدورة يوحل إلى وسائل العلم والقوة والآلات لقو فهمه يوحل إلى مناهج العلم وضضع ما طرق الله مروح برشده مصادر العلم عند المسلمين والله بقوم ها علمي يلا بشي بس أما حقي علمي قال لك الرادعي يلا بما يلوضو الكون أي خلق الله ولا دراسيه أما بناء هذا ما النوضة أما دول هالنوضة أما هو هالنوضة كون كثيرة مخلوقات كثيرة ولا دراسيه هي وحي السماء وحي غير كي مادة لبدا صنبا مسادر العلم الحقيقي علمي قد نبطع ما لها الله قلنا غضو وصائش اللواء ديك سدا علم قال لك بارة والحس والعقل والسنسيشنال أورغانيسك هي عقلية أي وصائش وحلو بارة مناهج الله مره وكلا قد يسيين يدو كحران تهي مصدركم ما وحي قام سوى كونك يدو كحران تهي نوع علمي اللي بادي دون يواكما هو حكم انه وكرا الملاحظة observation اما التجربة experimentation اما الاستقراء اما التوصيف والوصف اما التحليل وطرق انه مره مناهج تبحثك مثودولوجي وحلو بعضه اللو مره هذا وحن لين مصادر المعرفة ولا كتاب كتاب الله المنظور او مفعولاتي كتابك قال لي الارك يا ما كتابك قال لي فعل كيسي بهال السمايه يا كتابك قال لي مقروغا كلا اخرنا يو وقليل وكولها مصر تقال اين اس خلافا مولها مركي لا قبصده مسائل كو سو ساري كنيسه كو هرتمي ايو خولها the works of god and the word of god لماذا سين اسخلافا صورت قل ماها وهي الله قبطي شغدو الله قبطي ومفعولات كيسية مخلوقة كان هي دراسة علمي قال لغوها هي هذا الكيس مرنا با اسم خلافي كران من اتشيرو مال صدح هذا وحلقة بارو ولذلك با إلهي القرآن كو حكولي يد الله تلمام يد دعوة كستا اما شاق شكستا ان لبدأ الدليل كهيساني إنني وحجراه إنما إني باطل طيب قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا لا يحل أي واحد ويجيس مشركين أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله إله يدني قال لسه كده يا عابد إيسان لابد دليل كيبه هيستبال لي إتوسية وح خلقك كم يدعى أبورين نولك عرك مالي شركة كلي وحي أبورين مخلوقات كودا كينا أمسه كتاب حقا لك يمي والدليل يعني أما مخلوق إيقى توسية
ama kutubta xagga alle ka timi iga tusiya labada hadii looga waayo sanad hadii looga waayo alkhalq almashhud aw alkawn almashhud ama kalam alkhaliq looga waayo kana bidaruura inuu baatil yahay baa cadaanaysa wasaailka macrifada loo marana ilaahay wuxuu leeyahay wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la taclamuuna shay-a وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون idinku aan waxba garanayn baa ilaahay caloosha hooyadeed idinka soo saaray dabatana wuxuu idin siiyey wasaaishii cilmiga loo marayay oo waa maxay assamcu iyo walbasaru iyo walfuaadu iyo wixii la mid ah insaanku macrifo aqoon ma heli karo mid diineed iyo mid dunyawi iyo midnaba ilaahay inuu adeegsado wasaaishan mooyaane ariiq alxis waalcaql wixii sensationa organiska maalan sinesku goor muu hormaraa wuxuu hormaraa markastoo sensational organisku inta ay wax ka maqlayaan ama wax ka arkayaan la horumariyo waxaa sii yar in la arki karo waxaa sii weynaadana in la arki karo isha bini aadamkaa la horumariyo markay noqoto waxa yar yar microscope baa bilaabmay aada u tamar yar waa la sii waday waa la sii waday waa la sii waday axmed zuweyl masrigii maraykanka degaraan jiray qaatay nobel priceka wuxuu ku qaatay femto yacnii 10^15 that means toban la dhinac dhigay 15 oo one loo qabeeyey 1/(1/2) inta of a second wax dhacaya inuu sawiri karu keenay that means any wax yar oo kasta oo compound oo samaysmaya in la sawiri karo idan isha bini aadamku markastoo la horumariyo electronic microscope-kan microscope-kan wixii waa la sii egay markastoo isha bini aadamku wax very deep ay arki karto sainsku wuu horumaraa markastoo bini aadamka la sawiri karo oo calooshiisa waxa ku jira caynkan la arki karo la sii arki karo dhiiggiisa waxa ku sii jira la sii arki karo aqoonta way ziyaadaa markastoo waxa sare la arki karo galiilo teleskob yaroo gaboobay buu xagga sare ku eegayay markuu laha waxbaa wareegaya waa la ballaadhiyey adduunku inuu faafayo caynkan oo nadariyaadkii einstein in la rumeeyo markay gaadhay practically in loo sameeyo edward hubble ninkii la odhan jiray teleskoobkii ugu weynaa waa tii loo saaray california teleskoobadii dhulka yaallo dhammi markay ku filan waayeen ayaa la diray dayax gamceed hubbleku waa ninkaa magiciisa kan koowaad waa in bal meel saafiyayna geeya inu wax ka aragno meelahan hawadan iyo waxa kan iyo intaynu ka baxno meel fog idan ishaa la durkinaya idan xawaastu markastoo ay horumartaba inta wax laga arki karo ee waxa weyn lasoo arki karo ama inta wax laga arki karo waxa yare hoose la arki karo inta wax laga maqli karo sanqad la dhagaysan karo maanta waxay isku dayayaan universe-ka codadka ka baxaya in la dhagaysan karo wuxuu doonaba hala ahaadee inta dhegtu ballaadhato inta ishu ballaadhato inta dareenku ballaadho inta waxaasi waxay keensanayaan in aqoontu korodho idan aqoon kasta hadday diin tahay iyo hadday maadi tahay labadaba dareemada qofka bini aadamka iyo caqliga ayaa ah furayaasha lagu furo culumtaasi manaahijta loo maraa waa kala gedisantay almanaahij alcilmiya oo maalan waxa diin ku saabsan authentication baa la raadiyaa altawhiiqa waaltathbiit waxaana ilaahay ma yidhi qowlkii alle ma yihi is it the word of god injiilku kitaabkii alle ma yihi ma taxriif baa ku dhacay haddii la caddeeyo waxaas inuu yahay kalimatu samaa kalimatu llahi haddii la caddeeyo dabcan waa in la raaca markaa waxaa la caddaynayaa la baadhayaa warkani warkii nebiga ma yahay calayhi salaatu wasalaam xadiiskani ma sugmay authentication ayaa rasmiya markay waxyiga la joogo marka la joogo culumta kale maalan sinesiska marka la joogo waxaa la leeyahay macmalka marka la geeyo run ma sheegaya waxaa le marka la geeyo laboratoriga fact ma yihi si dhaba ma u shaqaynaya markastaba shaygan idan waa kala nooc walidaalika waxaynu odhan karnaa
dadka aqoonta maadiga wax ku soo kordhiya iyo dadka diinta wax ku soo kordhiya inta badan laba manhaj oo isu cagsiyaba isticmaalaan. أحد الكتاب وحكم حيني يتصال إمام الشافعي يا أينشتاين ألبرت أينشتاين ولا من رمزي أنه ولي وفر نقيسة مرموق ويهي ذاتك واوين اللي قدم بيه ويهي مركا ما قعيس على الصوق هذا. إمام الشافعي مركا إسلام كله تشوقه ومن الأئمة الكبار وأئمة اللي قدم بيه محترم كقوة ألبرت أينشتاين وأكبر عقلية فيزيائية بين هذا الدريد الصامري وأن اللي قدم بيه نظريات كيسية أركتيهيسي لكن وحيد هذا لبدا بحثه أما لبدا منهج استعماله ويسو عكسي ولبا منهج ولبا قابو كلا قدسا مديوح الرادين يا خط البداية حقا وحكا صوب بالابمين وحي كدم بيه وبدع إيا وحان الله بحنين وين لقى طوره خط البداية بو الرادينية من نوح الرادينية خط النهاية وح عصب سيلو كيني كرا سيوح له عصب ونسين كرا يعني أينشتاين وح الرادينية مذاهبتي فكرية وقتي ستالية مفاهمتي عصر غاين وكبقد به ونظريات عصبه كانوا وقانا دوني دولين وسوكر ليه ووح جديدة وكانوا إمام الشافعي نوح الرادينية مفاهيمتي السابقة هيدن لغو النقضة ونبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابة دي نلشو دي دبلو قول عليو يفهم كودي إذن ومسألة سلفية حق هروع علينية ولذلك بكتاب الرسالة وقري وأن منهج البحث في الشريعة دراسات السولية وبورك كهوفيو إلا حقيقية وحي النبي محمد كتك يسألو دليشانيو أو يحبيد عيا بورا إذا بيكو يمين لجهفه مركا خط البداية سجى منها شيء سويان حق يهري الله النقطة صار سيسك مركا سجوا أثنتيكيشن إلا عدايو ويحاسي ويحال لي يري رسول كيس ويحو يرينيت مركا اللي تشوف قال لك أينشتاين ويحو الرادين إياه ويحو هرونا أنا نكت هلا بصده أو نظريا العصب يمال عصب وطغه. عائشة رضي الله عنها أيها إمام مسلم لبا حديث بك سورين يا نبي هو يري ولبا دا مسألك لا تلمام يا حديث وحديث كيها أنتم أعلموا بأمر دنياكم أو بأمور دنياكم إذن كأوك أرمينا دوني يعني وأرمى بدعي إبداع باها وأرمى عصب ورسير باها وأرمى تجارب باها. أما مرك الدين تشوكت نبي هو يري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عندي كسو درت الدين تهيضا وحان كم دهين والبرعلين يا ابن نبي عليه الصلاة والسلام يعني والله هذا خط اللي بدا نينا ينشيق إنك للراعيه. والمشكلة عندنا وإنه بحنا يقويه هنكين ندن بينا آدو قفكرتان مشكلة دينا حيثتا وحوهيان هدا وحي أمور تأدون كسو بسن مقلدين بين النقرن نارضو محايتي ليا محال الشيقي إنه لا إبداع فينا حبيب سوكر لي ويني وعصب ما هينو مقلد هي تقليد مقلد بينني تقليد بين ودنا يغينو كغا ضيانينا وحي الدين تكو سابسنا بدع بين ودنا وعكسي اين راد عينيني عكسي علم غينو ودنا واه امورت الدنوي غانا وحي هيد اني وحكو سوكر لينو امورت الدنوي غايد وحكو سوكر لينو وحون با لينو شيغي وقادنا أمور الدين كان وحيد إن لا ينوش جو حال لي الرسول في الأهدين عليه الصلاة والسلام إنه قادنا لكن بدعي نقد ووضنا سيدا وجد وحنا لا نرتع مرك اللي تجوا ساينسيسكا مدنانيسم كصحة التحديث بصح وحلا عصبون سياب صح مرك الدين اللي تجوا فندمنتاليسم كصحة فالنمنتليس وأصولي وكي أصل كون قري وقفان بدعة دبقة هذا إذا مرك الدين اللي تشوغنا وحا صحة إن أصل كغبطه مرك اللي تشوغا أدونا وحا صحة إن مضرا كغبطه وحبا وحي كدب إياني لذو قاعده. هذا بقى أيها الأحبة
waxay leenahay marka yaa aqoonta yaa intellectuala yaa scholara yaa indheergarada waxay leenahay mas'alada cidda si fiican u fahamtaba ah aqoonyahan ninka wixii diineedna ahdu nabiyi uu celinaya calayhi salaatu wasalaam markay joogto iyo diin wixii adduunyana ibdaac ku jiro wax cusub keenayo hore u socda kasba aqoonyahana markaynu dhanka ka eegno si kale haddaynu u eegnana waxaynu odhanaynaa aadanuhu maaha weel wax lagu shubo weel ma tihid yani sidii cajalada inta lagu buuxiyo un wixii lagu sheegay inaad soo celcelisuun maaha bani aadamku weel maaha waa qof ibdaac leh innovation leh wax soo saar leh wax cusub keenaya haddaba waxaan leenahay muthaqafku ama intellectualku ama aqoonyahanka ama qofka aan rabnay mutacalimka ahi waa inuu noqdaa man lahu rasiid macrifi qof kayd aqooneed leh kow qof madhan waa inaanu noqon haddaad madhantay waxba soo kordhin maysa qof aan madhnayn waa inuu ahaadaa jaamacaadka waxaa laysku siiya mafaatiixi ilcilmi iyo cilmiga layskuma siiyo jaamacaadka inta badan qofku wuxuu helaa furaha cilmiga si aad aqoonyahanu noqon karto laakiin qofku wuxuu isbaro wuxuu akhriyo wuxuu marka jaamacadda ka qalinjabaysaaba aqoontaba kuu bilaabmaysaa inta tan waxaa lagu siinayaa furayaashi waa lagu trengareynayaa sida wax loo baadhaa baad baranaysaa usuushaad baranaysaa mustalixaat alqowm baad baranaysaa waa training jaamacaddu waa tababar baad helaysaa laakiin after that baad researchka rasmiga bilaabaysaa markaad imtixaanadani waxaan ka gudubto kadib buu qofku wuxuu bilaabaa researchiska rasmiga ah iyo inuu wax soo kordhiyo rasmiga ah saa daraaddeed waxaan leenahay aqoonyahanka aan u baahannay waxa weeye waa qof leh rasiid macrifiya waa qof leh kayd aqoomeed waa qof le baynu leenahay qudra caqliya fi naqdi waltaxliili waltawjiih waa qof leh awood hufitaan maaha qof un layskaga shubay waxee waa qof analytic theory wata waa qof wax taxliilin kara waa qof waxaa loo sheegay naqdin kara markuu naqdiga iyo taxliilku uu joogo diin waa qof naqdinayo hufaya waxaan diinta ahayn ka reebaya araada bini aadamka dambiye bidaca ka reebaya usuusha u noqonaya marka ay joogto umuuri dunya waa qof wax naqdinaya oo siyariskiiyo nadaraadkan yaalla hadduu burin karo burinaya hadduu wax ku kordhin karo ku kordhinaya wax cusub keenaya idan waa qof taale waa mar saddexaadka aqoontu alcilmu lilcilmi waalfanu lilfan maaha aqoontu waa inay suluuku noqotaa waa inay dhaqan noqotaa waa qof hagid bulsheed leh markaa aadanaha hagaya oo leadership attitude leh inuu hogaamiyo u socda oo u socda waxa soo kordhee macrifiya aqoona inuu aadanaha ku hogaamiyo oo wax biiriyo sida daraaddeed waxaan leenahay aqoonyahanka aan rabnaa haan la soo dhaabiyey ma aha nin intaa la geeyey meel waxoogaa lagu soo shubay oo dabeetana si rekoordka dib loo shidayo unoo intii soo celcelinaya ma aha ee waxa weeyaan waa qof yes wixii la baray sita yes kayd sameeyey aqooneed kororsaday wax baxsiyey waa mar labaad waxaan leenahay waa qof caqli mutafatixa ah leh oo aan iska xambaaranayn waxaanu sitay waxaanad sitaa waa araa bini aadam maalan markay sainisiska joogto waa araa bini aadam siiba artis oo dhammi that's why artisku uu theoriga badan u leeyahy ila waa nadariyaati waa aragtiyo waxaa lagu odhanaya waxa kan aragtida reer galbeedka ama aragtida liberalismka waa sidan aragtida shuuciyadu waa sidan kuwa bidixdixiga waa saa kuwa midigdixiga waa saatan hadday dhaqaalo tahay iyo hadday siyaasad tahay iyo hadday bini aadamka iyo saa loola everything aad soo qabato 3-4 theories baa ka jira what do this 3-4 theories laakiin marka aad joogto in chemistry ama in physics samcaynkan mostly kama jiraan waayo iyaga laabka inta la geeya unbaa la odhanaya theorigani wuu buray kanna waa sax buu noqday kaasi laabka laakiin kan kale ee artiska xaggee bini aadamka lagu tijaabiyaa marka wuxuu dhalaa baa la qiimeeyaa shuuciyadda waa la tijaabiyay 7 sane markay wadeen bay dhahdeen naf ma leh waa laga guuray
tan kale waa la wadaa hadii wax dhaama la helo waa laga guuraya hadaba waxaan rabnaa ma rabno qof inta la soo dhaamiyey dabeetana wixii lagu soo dhaamiyo dadka ku faraqa ee waxaan rabnaa qof caqliga loo soo furay oo kayd aqoomeed leh kaydka ugu weyn ama aqoonta ugu weyn waa aqoon diineed aqoonta ugu weyn waa aqoonta sheegaysa inaad rabbi barato afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma inama yatadakaru ulu lalbaab mii simayin baa ilaahay leeyahay ka wixii alla soo dejiyey garanaya inay xaq yihiin fahmay indhoolaha miyuu la midyahay baa la leeyahay xaqiiqada ugu weyn jirtaa waa allah subxaanahu wa tacaala ninka akbar xaqiiqa garan waayey waxa kale u garta qiimo ma leh waayo qaar baa ilaahay wuxuu ku tilmaamay wacd allah laa yukhlifu allahu wacda walakina akhar annaasi laa yaclamuun yaclamuuna dhaahira min alxayaati dunya wahum can alaakhirati hum ghaafiluun ilaahay qaar buu ku tilmaamaya ilaahay wacdigiisu waa xaq baa la yidhi allana wuxuu yaboho ma khilaaf dadka inta badani waa wax magarataa la yidhi wax magarata inta lagu sheegay ayaa haddana cilmi loo sheegay markii la yidhi waa wax garato wax ma garato ayaa haddana waxaa la yidhi yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya in yar oo nolosha muuqaalkeeda saraabay garanayaan baa la yidhi aakhiro iyo xaqaaiqdii weyneyd iyo rabbi iyo janno iyo naar iyo taa garanba maayaan baa la yidhi idan aqoonta hadday xaggaa garan weydo aqoon maaha tirsan si kale markaan u tilmaamo mutacallimku qofka soomaaliyeeda mutacallimka waxaanu ka rabnaa qof samayn kara cultural revolution qof hufi kara dhaqanka soomaalidu ay leedahay qof samayn kara maskaxda qofka soomaaliga wax ka bedeli kara qof saqaafaadka dalkeenniya la sixi kara waxaan ka rabnaa qof noqon kara hoggaan in allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiruu maa bi anfusihim waxaan rabnaa qofka mutacallimka ee cusubi inuu noqdo qindiilkii ama iftiinkii ummadda horkacayay ee uu ifin lahaa meeshay u socoto ma aha muthaqafka aanu rabnaa ama mutacallimka aan doonaynaa mutacallim calooshiisa u nool waxaan xoogsadaa u nin la ordaya xoogaa baan soo bartay xaggee baa lacag badan laga helaa xaraan iyo xalaal baan kala eegina wax walba liqa ma aha maaha qof calool u nool xala liqa qof u nooli maaha mutacallim maaha scholar maaha intellectualka rasmiga xooluhu ma way yaqaanin sida loo dhargo umamkuna marka waxay rumaysan yihiin la bedelo wadanka aynu ka nimi qabyaalad baa taalla dhaqamo xunxuno tiro badan baa yaalla maamul xumaa yaalla wax fiicanina waa yaalay laakiin waxaan u baahanahay dhaqankaa in la hufo maaha mutacallim ninka markuu xaggoo tago reerkoodii u safka ka gala maxaad soo kordhisay ewalba odayaal waanu haysanay reer hebel difaacayay haddaad na qalin iyo buugu la tagta adoo reer hebel difaacaya maxaad iska soo lugaysay maxaad soo kordhisay qabiil indifaacdaa meeshii waa joogtaa qabiilku dooraba ha noqdee in dadka qoloqolo u qaybisa waa joogtaa masaladaa khubaraanu u leenay ugama baahnin mid uganda ka yimi iyo mid meel kale ka yimi toona wax ka weydiinmayno experts baa jooga waxaynu u baahnayn caqliyadaa ciddii bedeli lahayd waxaynu u baahnayn cid wax soo kordhisa cid dadka aragtiyahay haysteena qaldana hufi karta cid wax aqoon noqota cid aan aqoonyahan ku tilmaamno cid dadka jidka qaldan ka toosin karta yes dadku waa tiro badan yihin afkaarteenina aada bay ugu badan tahay laakiin ummad kasta waqtiga isbeddelka hore waxay gashaa in afkaartuun laga hadlo oo aan materialka wax badan isbedelin